سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله مداد كلماته وزنة عرشه وعدد خلقه ورضا نفسه، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وكله عونا في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. ووفق وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم وفق حكام المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك. يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، نستودعك رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا. اللهم احفظهم بحفظك، واكلهم برعايتك، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، ويسر عسيرنا، ونفس كربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى
عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا. زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. لمعروفك تعرضنا، ولبابك طرقنا، ومن فضلك سألنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. ها نحن ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون. جئنا ببابك مذنبين، فارحم ضعفنا يا الله. وجئنا ببابك مستغفرين، فاغفر لنا يا الله. وجئنا ببابك تائبين، فتب علينا يا الله. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا، ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وأحبائنا وعلمائنا وولاة أمرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك اللهم اكتبنا في من يوفق لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وممن سيوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إلهنا وربنا، رفعنا إليك أكف الضراع، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.